أدعو الله عز وجل أن يجنبنا القتال، وأن يجنبنا مواطن الزلل، وأن يجمعنا على كلمة سواء. أرى إخوانكم المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى تلاوة قصيرة بعدها يقام للصلاة يأمنا فيها الدكتور الأمير محفوظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله 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 أكبر. جل الذاكرين يا رب. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. الفاتحة.